هل يجوز للزوجة أن تمنع الحمل نهائيا دون إذن من الزوج؟ لا يجوز هذا، ولا يجوز للزوج أن يأذن بمنع الحمل إلا إذا كان الحمل فيه خطر على حياة المرأة. إذا قرر الأطباء الثقات أن هذه المرأة لو حملت فإن ذلك خطر على حياتها، حينئذ يمنع الحمل إبقاء لحياتها. أما في غير هذه الحالة فلا يجوز منع الحمل ولا يجوز قطع الحمل.